اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه منورنا الدكتور طارق البرديسي، وكان بيكلمنا قبل الفاصل حقيقه تكامل كلامه مع كلام الدكتور وفاء. كان بيقول احنا بنتكلم عن عندنا ازمات زي الديون وازمات التمويل وازمات سعر الصرف وسلاسل الامداد والتجاره العالميه، وكل ده فوقهم كمان حربين. طب هنعمل ايه من باب اولى ان احنا نقف الحروب وهنعمل ده؟ يعني الموضوع اصبح معقد للغايه. فحضرتك لا تتوقع ان يكون في مواقف واضحه ومحدده لقمه العشرين الان، هي اكثر محاوله الاستفاده قدر الامكان من الوضع الحالي، صح كده؟ يعني هي قمه العشرين وتجمع اكبر اقتصادات في العالم، ولكن ما زال القرار بيد الولايات المتحده الامريكيه، ذلك اذا ما تحدثنا عن الحروب، حرب غزه، حرب جنوب لبنان، حرب اوكرانيا، القادر على ايقاف هذه الحروب والولايات المتحده الامريكيه بمجرد ايقاف تقديم هذا الدعم اللوجستي للاوكران وللاسرائيلي ستتوقف هذه الحروب. واتصور انه من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه، دونالد ترامب وعد بانه ثمه توافقات ما بينه وما بين فلاديمير بوتين لايقاف حرب روسيا اوكرانيا، هذه واحده. اما بالنسبه للموضوع جنوب لبنان وغزه، فهذا مرتبط بمقاربه دونالد ترامب الجديده واستعداد العرب والقاده العرب، واتصور ان الامر مختلف. ظهر في القمه العربيه الاسلاميه الاستثنائيه لاول مره ذلك التوافق، ذلك الاجماع. وجدنا التركي مع الايراني مع السوري، العرب والمسلمون، 57 دولة إسلامية، اتفاق على ضرورة وقف إطلاق النار حتى تحدث التسوية. يعني هذا الرجل، رجل الصفقات، رجل شهبنتر تجار العالم لكي يستفيد وتكون هناك تلك الاتفاقات الإبراهيمية أو اتفاقات السلام ومزيد من التطبيع وفرص العمل والتنمية وعجلة الاقتصاد تدور، لابد من وقف إطلاق النار. كلام منطقي، وقف إطلاق النار، الاستقرار، تسوية، اعطاء الفلسطينيين حقوقهم. والحقيقه ده اللي طالب الرئيس السيسي منذ لحظه وصول ريو دي جانيرو ولقائه مع لولا دي سيلفا، وفي خطابه ايضا امام القاده والزعماء، وده التكرار للدور المصري. ده كان نفسه في بريكس، ونفس القصه من الدكتور مصطفى مدبولي في كوب 29. يعني مصر لم تترك اي مناسبه دوليه لم تحشد فيها او تحاول على الاقل دعم القضيه الفلسطينيه من خلالها، لكنه لا يبدو انه احد عنده القدره او الرغبه. لكن مقاربة كما تفضلت، مقاربة الدولة المصرية شاملة والتصور متكامل فيما يتعلق بضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن المجتمع الدولي لابد أن يطلع بمسؤولياته، وأنه هيتكبد خسائر لا قبل له بها. ليست الخسائر فقط في يعني يتصور المتصورون أن الأضعف هو الذي سيضر، لا، الأضرار ستنال الكل. ذلك أن عدم الاستقرار بتولد موجات عنف أكبر، عنف مشروع أقصى وأكثر ضراوة. والأمثلة كثيرة وتترى في التاريخ حتى الحديث، عندما كانت ممارسة تلك المنهجية، منهجية الطغيان والقوة المفرطة. القوة المفرطة لا يمكن أن تحقق استقرارا أو سلاما أو أمنا، ولا ويستحيل عقلا. يعني عدم باستخدامك القوى المفرطة لا تحقق سلاما أو أمنا، تقوم تستخدم مزيد من القوى المفرطة، هذا لا يمكن طبعا أن يحقق هذه الأهداف الاستراتيجية الكلية النهائية للكيان الإسرائيلي. لكي ينعم الكيان الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي بالأمن والسلام والاستقرار، لابد أن ينعم العرب جميعا بهذا السلام والاستقرار، وكل لا يتجزأ. وهذه هي المقاربة المصرية كما أشرت وتفضلت. انا شعرت كمان انه الرئيس السيسي، يعني طب لو مش هنقدر نحل الامور بشكل نهائي، طب على الاقل نخفف من الوطأه على الدول اللي هي دول الجنوب اللي يعني اعلنوا عن انضمام للتحالف بحربه الفخر، ورغبه مصر في انه يكون مركز عالمي لتخزين الحبوب. يعني برضو حضرتك شفت الحاجات دي ازاي؟ على الاقل نخفف بالاثر مثلا. الله ينور. انت يعني اشرت فعلا نقاط كلها تظهر وتشهي برؤيه مصر المتكامله فيما يتعلق بضروره الاحتكام للمرجعيه الدوليه والقرارات الدوليه التي تحقق الاستقرار، فيما يتعلق بايضا يعني مواجهه ذلك التحالف الدولي لمواجهه الجوع والفقر. مئات الملايين لم يكن مليارات يواجهون العوز والفقر طبعا والجوع. الدولة المصرية كان لها هذا المشروع الذي بيخدم 60 مليون، مشروع حياة كريمة، هذا المشروع العملاق. لولا دي سيلفا أيضا له هذه الفلسفة. الرئيسان الزعيمان الكبيران
الرئيس السيسي والرئيس لولا دي سيلفا يقفان على نفس الأرضية، لهم نفس التوجهات والرؤى في مختلف الأنزعة الإقليمية والعالمية، وأيضا في ضرورة مواجهة يعني ببرامج مختلفة ودعوة المنظمات الحكومية وغير الحكومية، لذلك التحالف لمواجهة الجوع والفقر والعوز. أيضا بالإضافة إلى ذلك، هذه الرؤية المصرية في أن مصر هذا الموقع الجيوبوليتيك العبقري أن يكون يعني خزانا ومكانا لتخزين الحبوب حتى يخفف يعني هذه الجائحات وهذه الصدمات التي يعانيها. وده ليه علاقة بالدكتورة وفاء لما قالت لها سلاسل الامداد والتجارة العالمية، ده هيخفف من الوطأة شوية. بالفعل يعني مصر موقعها وانها ملتقى كل يعني كابلات الانترنت، انها هذا الموقع الذي يستطيع ان يكون مخزن لتصدير هذه الحبوب للعالم عندما تحدث مثل هذه الجائحات والاعاصير السياسية وتلك الحروب، مقاربتها فيما يتعلق بضرورة يعني حفظ السلم والأمن الدوليين والوصول إلى حل الدولة الفلسطينية، وهذا ليس فضلا أو منة أو تنازلات بالزبط. إسرائيلية وإنما هي حقوق فلسطينية مشروعة، وهذا في صالح الإسرائيلي والأمريكي. دونالد ترامب لن يحقق مقاربة إلا لأنه رجل تاجر إلا بالأخذ والعطاء، لابد أن يعطي الفلسطينيين حقوقهم لكي تحدث هذه الصفقة أو تلك الطبخة.